بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن وصفة لتسمين الجسم، يعني بحب العزيز والحلبة. كنت ذكرت وصفة لحب العزيز، ولكن الإخوة قالوا أنها كثيرة وباهظة في الثمن. سأعدي مبسطة بعد الشيء، ولكنها غير صالحة للرجال، أنها فيها اليانسون الذي يحتوي على هرمونات أنثوية. 50 غرام من حب العزيز، و50 غرام من الحلبة، و50 غرام من السمسم أو الجنجلان، 50 غرام من اللوز، و50 غرام من اليانسون، و25 غرام من النافع أو التمر. يطحن الكل، ثم يأخذ ملعقة صغيرة بعد كل وجبة لمدة 40 يوما. هذه هي الوصفة المركبة من الوصفات الناجحة دائما. إلى حلقة أخرى إن شاء الله، السلام عليكم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو لتعم الفائدة ولكم الأجر والثواب.